والآن الكلمة للسيد نصير عبدون. فلون السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد وزير التجارة، السيد وزير العلاقة مع البرلمان، زملاء النواب، وسط الإعلام، السلام عليكم. السيد الوزير، جاء في عرض الأسباب أنه يهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين مناخ الأعمال، تنظيم وتموين السوق، تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات. من منا يعارض هذه الأهداف؟ الكل يناضل بتحسين مناخ الأعمال. من منا لا يريد أن يرتقي المحيط الاقتصادي والنشاط التجاري خاصة إلى ما هو معمول به في الدول المتقدمة؟ السيد الوزير، إن سن القوانين وإدخال التعديلات من حين لآخر ليس بمعيار قياس تقدم الدول. ثانيا، الكل يطالب بتنظيم وتموين السوق، خاصة أن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد تقتضي المزيد من الفاعلية والكفاءة في ضبط وتنظيم الأسواق وقصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحمايته من مختلف الممارسات التجارية التعسفية الغير النزيهة. ثالثا، الكل يقاوم يوميا ضد بيروقراطية الإدارة لتبسيط الإجراءات الإدارية. السيد الوزير، القطاع يملك ترسانة من القوانين المنظمة للممارسة الأنشطة التجارية، إلا أنه ما هو ملاحظ وما هو معاش في أرض الواقع مخالف، حيث لا نجد أثرها في أرض الواقع كأننا لا نملك قوانين. إلى متى تكون الإرادة السياسية غائبة لتجسيد هذه الأهداف في أرض الواقع؟ بدون إرادة سياسية حقيقية هذا المشروع كباقي المشاريع ما هو إلا عبارة عن تقنين للمافيوية. وإلا كيف نفسر تضخيم الفواتير والتهريب الضريبي الذي يصل إلى ملايير الدولارات سنويا، ناجم عن حجم المعاملات التجارية التي تتم دون فواتير في الأطر الرسمية. السيد الوزير، جاء في مشروع القانون إنشاء البوابة الإلكترونية. لتفعيل هذه البوابة الإلكترونية، هل كل الهيئات المتدخلة في هذه البوابة هي قادرة حاليا على تقديم هذه الخدمات عبر الإنترنت؟ من مديرية الضرائب وكذلك المركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني للعمال الغير أجراء. كما نذكر كم بواقع مر وهو محدودية كفاءة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، بحيث أثبتت ذلك مرارا وتكرارا خصوصا مع الديوان الوطني للمسابقات لعرض نتائج امتحانات نهاية الأطوار ومع وزارة السكن والعمران في إطار تسجيلات أدال، ونظرا لكل ما يعاني منه المستهلك يوميا من ضعف تدفق الإنترنت. من الغير المعقول تكليف هيئات بإنشاء قاعدة إلكترونية موحدة بينما تعجز على توفير خدماتها العادية عبر الإنترنت. السيد الوزير، وزير سابق صرح بوجود لوبيات قوية نافذة فرضت نفسها وتتحكم في كافة عملية الاستيراد، وكشف جميع التجاوزات من بعض التجار وبعض المستوردين وبعض الشخصيات. فهل أنتم اليوم على رأس نفس القطاع تواجهون هذه اللوبيات والمافيا، أم أنكم تخلصتم عن كل من كان حاجزا يعيق ممارسة الأنشطة التجارية في الجزائر؟ السيد الوزير، السيد الرئيس، عندما نتكلم عن تطبيق القوانين في الواقع أعطي مثال واحد فقط. هذا الأسبوع الماضي في ولاية بجاية بدائرة خراطة هناك إضراب للذين يقومون بنقل البضائع من الميناء، يجد عراقيل في الطريق من طرف السلطات الأمنية يطالبون الفواتير ولكن الميناء لا يعطي الفواتير. فأين نحن من
من دولة القانون. من له الحق؟ هل إدارة الميناء أم الأمن؟ شكرا شكرا سيد ناصر عبدون.